اليوم أنا موجود معكم ماشي بحال الاجتماعات الأخرى اللي ترأستها. كنت ترأستها كحزب، رئيس حزب، وبعض المرات في الكلام ديالي كنت توجه كذلك كرئيس ديال الحكومة. اليوم زيد على هاد الجوج أنني منتخب معكم هنا. هذا أنا بالنسبة لي نكهة خاصة، وعندي كل الجرأة باش نقول بأنه أنا كنفتخر لأنه معكم كلكم هنا في سوس تعلمت السياسة. أنتم اللي علمتونا السياسة، لأنه بديت مستشار في تفراوت في البلدية ديال تفراوت، وكنت مستشار داخل الكونسي بروفينسيال ديال تيزنيت، وكنت رئيس جهة، ودزت برلماني في تيزنيت كذلك. ويعني المسار السياسي قبل ما تكون عندي المسؤولية السياسية ديال هذا الحزب كله يعني كانت في هذه الجهة. فأنا مدين لكم، وإلا خدمت مزيان راكم انتم اللي علمتوني، انا ما خدمت مزيان غير الفترة ديالكم. هاد المنطقة اللي عزيزة على سيدنا وعلى عزيزة على المغاربة كلها، اولا بغيت نشكر السي كريم الشنقلي على العمل الكبير الذي يقوم به، ليس فقط يعني منسق ديال الحزب، ما كدابور كرئيس ديال الجهة، ورئيس ديال الجهة ديال بصح اللي كيشتغل كيمشي للميادين، وسمعنا التيمونياج ديالكم، وسمعنا بانه كيمشي للطاطا اكثر من شحال قلتي، خمسة ولا سبعة؟ خمسة المرات، وكيمشي للمناطق كلها وكياخذ الكلمة، وشفنا حاضر جميع يعني الاجتماعات اللي كانوا، ويعطي واحد القوة واحد الدينامية. ف لنا كل افتخار أنه أولا هذا الشيء ماشي غريب، لأنه ولد باه الحاج الحسين الشنقلي الله يرحمه، وأنا باقي صغير جيت مع السي أحمد والحاج الله يرحمه، وغادي نمشيو نسكنو في لوطيل كمال. أول واحد تلاقيت معه وقيلة من الشخصيات الكبار ديال سوس أنا ذاك اللي كانوا في الميدان السياسي، واللي كان صديق ديال الوالد ديالي، وانا جالس حداهم انا صغير. وكيما في امبرسيوني على ليبوك هو الحاج الحسين الله يرحمه. الحاج الحسين يعني رجل مشاريع، رجل تكلم قبيلة السي كريم وتكلم على اللوطوغوت اللي جات وداك الشيء. انا فاش كنا كنجريو على اللوطوغوت وندابزو على اللوطوغوت ما كنتش بوحدي، هو كان من المؤيدين الكبار اللي وقف على هذا المشروع، وحتى لان التاريخ خصو يتقال بالحقيقه ديالو. والسي بودلال حتى هو كان يعني من الناس اللي يعني جراو على هذا الشيء، وانا فرحان السي بودلال اليوم انك نشوفك بخير ونشوفك على خير، وهاد الجمع هذا اللي كاين لانه اله هو كاين اليوم، لانكم بحالك كان واحد العدد ديال الناس واحد النهار، لأنني ما يمكنش نكونوا هنا لو كنت ما كنتوش انتوما قبل منا في الحزب. فالشكر لك والصحة لك، وباقي فيك ما تخدم عندك تجلس، احنا محتاجينك.